بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم في موكب الدعوة. الشيخ صالح رحمكم الله، في الحقيقة أشرتم قبل قليل إلى بعض الدروس المقدمة. نتناول شيئا من هذا، وهو نلمس أو يلحظ اهتمام من فضيلتكم بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان لكم برنامج متميز في إذاعة القرآن الكريم، وهو قراءة في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. بودي أن تبرز لنا أهمية هذه الفتاوى التي كان لكم رحلة طويلة معها، وهل من الممكن إيجاد تعليقات مفيدة على بعض ما يوجد في هذه الفتاوى من المسائل المهمة التي ترون الحاجة إلى نشرها مع التعليق عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى ما لمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم من أهمية عظيمة في تجديد هذا الدين وإحيائه وإحياء السنة المحمدية بعدما حصل على المجتمع الإسلامي من دخول أشياء أثرت على العقيدة وعلى سلوك المسلمين، فجاء الله بهذا الإمام المجدد، فقام رحمه الله بتنبيه الأمة ودعوتها إلى الرجوع إلى الأصل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ البدع والخرافات والمحدثات التي تجمعت في أفكار كثير من المسلمين فأثرت عليهم حقبة من الزمن. فكان لدعوته ولمؤلفاته ولتلاميذه من إيقاظ المسلمين ما لا يجحده إلا مكابر أو ضال، ومن ذلك فتاواه، الفتاوى العظيمة المنبثقة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح في الاعتقاد وفي العمل وفي التعامل وفي الأخلاق، فهي فتاوى حافلة وسجل عظيم من سجلات هذا الدين الإسلامي العظيم. وفتاواه كثيرة، لكن الذي جمع منها الآن هو هذا الكم الهائل الذي يبلغ 35 مجلدا ضخما. وهناك مؤلفات مستقلة مثل منهاج السنة النبوية مثل اقتضاء الصراط المستقيم مثل كتابه نقض التأسيس في الرد على الرازي، ومثل كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهي كتب عظيمة. كذلك رسائله العظيمة مثل رسالة الحموية، رسالة الواسطية، ورسالة الحموية، ورسالة التدمرية، مثل ردوده على القبوريين والخرافيين كالرد على الأخنائي والرد على ابن البكري والرد على ابن سبعين والرد على أهل وحدة الوجود وعلى المتصوفة، شيء لا يمكن حصره. فنفع الله جل وعلا بهذا
الجهد العلمي العظيم نفع به المسلمين في مختلف العصور. ويكفي من فضائل هذا المنهج العظيم هذه الدعوة المباركة التي قام بها شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنها قامت على هذا التراث العظيم والمجد الأثيل الذي أصله شيخ الإسلام ابن تيمية. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب قرأ هذه الكتب وهذه الفتاوى فانتفع بها وتأثر بها وقام بالدعوة على ضوئها، وكان لها الثمرات العظيمة التي لا تخفى على ذي بصيرة. طلب مني من قبل الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم، أن ألقي الضوء على شيء من هذه الفتاوى لإعطاء المستمعين فكرة ولو مختصرة عن هذه الفتاوى بالذات. وهذه الفتاوى إنما تمثل قسطا يسيرا من جهود هذا العالم وهذا الإمام. ففرحت بهذا الطلب وقمت بقراءة هذه الفتاوى وكتابة ما تيسر من تقريب ما فيها من علم وفقه في دين الله عز وجل، ابتداء من الجزء الأول. واستمر هذا البرنامج عدة سنوات، وكان برنامجا أسبوعيا. فوصلت فيه إلى الجزء العاشر من الفتاوى، قدمت فيه حلقات خلال هذه السنوات، ثم إنه توقف هذا البرنامج لفترة، ولعله يعود النشاط فيه إن شاء الله والمواصلة. وأما مسألة التعليق فإنني إذا سنحت فرصة ورأيت المناسبة وربط الواقع بالماضي فإنني أعلق بعض التعليق لربط واقع الناس اليوم بما جاء في هذه الفتاوى، لأجل أن ينتفع بذلك من أراد الله سبحانه وتعالى من المستمعين. نعم، أثابكم الله شيخ صالح.